بيقول لك كابتن فاروق جعفر كان هيتشل يعني اول ما عرف ان احمد حسام ميدو جاب سيرته عبر تطبيق كلوب هاوس وكان بيتكلم عليه. قال له يا ميدو حبيبي انت اعمى ولا انت احول ولا انت نظامك ايه بالظبط يا ابني؟ انت مشكلتك مع احمد فتحي ومشكلتك مع ممدوح عيد ومشكلتك مع الناس اللي اعطوك الم نوعا ما لسه بيخليك مدروخ لحد دلوقتي. الالم اللي احمد فتحي اعطاه لميدو الموضوع كان سهل وبسيط. فتحي اقوى بكتير جوه غرف ملابس بيراميدز من احمد حسام ميدو، فطبيعي انك تلاقي شريف اكرامي، تلاقي عبد الله السعيد، تلاقي رمضان صبحي، الثلاثي الاقوى داخل بيراميدز حاليا في صف فتحي. فلما تلاقي ان الناس بتطلب من ممدوح عيد ان احمد حسام ميدو ما ينفعش يتكلم معانا كلاعيبه في اي حاجه وخلوا ميدو يتكلم بس باسم الاداره وباسم الجهاز الفني بعيد عن التعامل معانا، تلاقي ان وقتها ممدوح عيد بيقرر ان هو منبطح عن يقف جنب اللعيبه بتاعته غصب عنه علشان خاطر يقف الناحيه الثانيه ضد ميدو، وان انت ما ينفعش تتكلم مع اللعيبه بتاعتنا في اي حاجه، خليك بس تتكلم في الاداره واتكلم على الجهاز الفني، غير كده مش متاح لك انك تتكلم مع اللعيبه تاني. الموقف اللي ميدو حس بيه بالغصه وحس بيه ان انا ما ينفعش، انا العالمي ما ينفعش يحصل معايا الموقف ده، ما ينفعش تعمله معايا كده، انا لازم استقيل. طب ميدو استقال الاسبوع اللي فات كان بيقول ان هو محتاج يعمل جلسه مع امام عاشور علشان خاطر يخلي امام يعود للطريق الصواب وما يعملش مشاكل، خصوصا ان امام معروف عنه من الناس اللي هو نوعا ما مشاكله بدات تبقى كتير الفتره الاخيره، فميدو كان طالب ان هو يعمل جلسه معاه، فاداره الزمالك قالت له يا ابني خليك في حالك، مش انت اللي هتيجي تدي اللعيبه بتاعتنا نصايح، هي ما ضربتش معانا لدرجه ان احنا نروح نجيبك انت تدي النصايح، ده ناقص كمان صالح جمعه يقول لك اروح ادي لامام عاشور شويه نصايح في الاخلاق، خليك في حالك يا عم ميدو. فميدو حس ان هو في اسبوع واحد بس خدت الالمين دول، الم من اداره الزمالك وجمهور الزمالك في حته امام عاشور، والنهارده من بيراميدز ومن احمد فتحي ومن اللعيبه، لا بيحصل معايا ده كتير، اروح ادور على حد هناك موجود ممكن اعمل معاه اي حاجه غلط وما يردش عليا. مين بقى ده؟ الشخص اللي قال على الزمالك بيكسب بالتحكيم واللي قال ان احنا كنا بنكسب بطرق ملتويه، وهو كابتن فاروق جعفر، لان الراجل معروف من تصريحاته دي جمهور الزمالك كرهه واتخنق منه، وغير تصريحات كتيره قوي كابتن فاروق جعفر كان بيبان ان هو مموق فيها، مره تلاقيه هنا مره ثانيه تلاقيه هنا، فالناس كلها خلاص اتكلفت من كابتن فاروق. فلما تلاقي ان ميدو اتكلم على كابتن فاروق طبيعي ومنطقي هتلاقي الناس راحت لصفه ميدو، انما خلاص جمهور الزمالك كان وصل لمرحله قرفان من كل الرموز الوهميه، كل الرموز اللي كل فكرتها ان هي تطلع تاخد الشو اب على حساب جمهور نادي الزمالك. وميدو بيتكلم على حته ان احنا حضرني موقف كنت انا موجود انا وسيف زاهر وحازم امام وكان ناقصنا كابتن مجدي في الاشات، وكنا قاعدين مع كابتن فاروق جعفر قلنا له يا كابتن لازم نطلع نساند الزمالك علشان خاطر الزمالك ما ينفعش ينهار، قال له ما ينهار يا ميدو فيهاش حاجه حبيبي. شوفوا يا جماعه الناس اللي بتتزاملك، شوفوا الزملكاويه اللي مفترض ان هم زملكاويه حقيقيين زي كابتن فاروق جعفر اللي الزمالك عمل اسمه، شوفوا الناس دي بتقول ايه يا جماعه، شوفوا الناس دي بتعيد ايه، مع ان نفس الميدو اللي كان بيتكلم من يومين ثلاثه على حته ان يا جماعه بلاش تتكلموا على موضوع المؤامرات علشان خاطر ده بيخلي اللعيبه تتدلع وبيخلي اللعيبه ما يكونش عندها روح وحماس وما تتكلموش على المؤامرات كتير. فميدو طلع دلوقتي بيقول لجمهور الزمالك ان فاروق جعفر بيتزاملك، فجمهور الزمالك قال لهم انتوا الاثنين اترموا جنب بعض في حته ناشفه عشان مش فاضيينكم دلوقتي. من كل اللي بيحصل عندنا في النادي ده مش هنقعد دلوقتي نبص على خناقه فاروق جعفر واحمد حسام ميدو، الاثنين يخرجوا في داهيه. ده بالنسبه لجمهور نادي الزمالك، والناس كانوا صريحين جدا، حتى دلوقتي دخلت عليها صفحه كبيره باسم نادي الزمالك كله بيتكلم في الحته دي، ان احنا عارفين منكم كلكم، وعارفين كمان من الرموز الكبيره اللي هي مفترض كبيره جدا كاسماء انما صفر كتقديم خدمات لنادي الزمالك، ومنهم مثلا كابتن حازم اللي كان حاضر معاهم القعده وكان حاضر معاهم الجلسه وسمع كابتن فاروق بيتكلم وسمع كمان ميدو وهو بيرد، وطلع كابتن فاروق جعفر قال له بس اثبت عندك يا ابني، يا ابني ما انا قلت لك من الاول مشكلتك مش معايا، مشكلتك مع اللي ضربوك اول الاسبوع، مشكلتك مع فتحي واداره بيراميدز، يا ابني انا ما قلتش حاجه اساسا، انا ما بقعدش مع ميدو بقالي 6 شهور، انا كان ماتش معمله بقالي 6 شهور، وكمان ايه؟ ده انا اخويا لسه ميت ومين ما قدمليش العزا فيه؟ بدل ما تقول لي البقاء لله كابتن فاروق تطلع تتكلم عليا وتفتري عليا وتقول ان انا ما قلت، تقول ان انا بقول لك ان الزمالك يقع حادي جدا، يا ميدو عيب، يا ميدو اتقي الله يا ميدو، وتقعد انت ماسك الفشار وتقعد تتفرج على الخناقه دي. طب انا اقف مع مين؟ يعني الاثنين ما يستاهلوش ان انت تقف معاهم كزملكاوي، لان الاثنين مواقفهم الاخيره مقرفه جدا بالنسبه لك انت كزملكاوي مش مستفاد منها اي حاجه، الاثنين كل اللي بيقدموه ان هم كل ما بيطلعوا يتكلموا عن النادي بتحس ان نوعا ما شعبيتهم بتتقلص، لان الاثنين عمالين ينزلوا بالنادي تحت الارض تحت الارض تحت الارض، درجه ما حدش بقى فاهم فيها اي حاجه، الراجل اللي كان بيتكلم عن ان انتوا ما فيش حاجه اسمها مؤامرات، ما فيش حاجه اسمها كلام في نادي الكارب، دلوقتي بقى بيتكلم على مؤامرات بيحكها ابناء النادي، فعايز منه ايه؟ كابتن فاروق الراجل يعني
الراجل قال لكم في هون يعني كلامه كتير وتصريحاته الغريبه كتيره جدا، فتلاقي ان انت كزملكاوي مش عارف تقف مع مين فيهم. فكل اللي انا عايز اقوله لك، كلهم مساليك كدابين، كلهم بيضحكوا عليك وكلهم بيتكلموا معاك باسم الانتماء، مع انك شخص عادي جدا ممكن تكون عمرك ما دخلت النادي، عندك انتماء وحب للنادي اكبر منهم بكتير. وهو ده اللي بيحصل عندنا في مصر، ناس بيكون خير النوادي بتاعتها عليها عالي قوي وعامل اسمها، بس مع ذلك ما عندهمش خير في النادي، وناس ثانيه بتحب النادي ده حب كبير جدا برغم ان هي ما عدتش جنب النادي في حياتها غير مره او مرتين، وممكن ما تكونش عدت خالص، بس هي الحقيقه كده يا حبيبي. ناس بتحب حب غير مشروط، وناس تانية كلها حاجه بالنسبه لها ناخد الترند ونطلع ناخد اللقطه. انا ما باخدش لقطه ولا ترند لان القناه بتاعتي اوريدي صغيره، والقناه بتاعتي الحمد لله رب العالمين ناس بتقول بتتكلم بسرعه وحواراتها كتير، بس النهارده قلنا نتكلم على ميدو كابتن فاروق جعفر قبل ما نخش بالليل على دوري ابطال اوروبا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش فاعتبره زي كل حاجه ما بتعجبكش في البلد دي.